قبل حوالي 10 سنين خرجت مع إحدى حملات الحج السعودية، وفي منى حيث كنا نقيم وقبل أن نذهب إلى عرفات جاءني أخ مصري، رجل من عامة الناس، فسألني سؤالا، قال لي: يا عبد العزيز، نحن غدا سنذهب إلى عرفات وهناك رجل مواطن سعودي كما يقول هذا الأخ ظلمني، أنا أعمل صيدلاني وأخذ مني مالا كثيرا بغير وجه حق، ظلمني في تعاملاته المالية من حيث المرتبات وغيرها، والآن البائع المواطن هذا باع الصيدلية لرجل آخر، وأستطيع أثناء عملية انتقال الملكية من الأول إلى الآخر أن أأخذ ما شئت من مال الأول، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ قلت له: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إن كان لك حق في الدنيا فخذه علنا وإلا فالموعد الله. قال: إذن هل لي أن أدعو على هذا الرجل الذي ظلمني غدا في عرفات؟ نحن سنتوجه غدا صباحا إلى عرفات، هل لي أن أدعو على هذا الرجل؟ فوعظته ونصحته نصيحة عامة في عرفات واستغلال عرفات بالذكر وقراءة القرآن والدعاء والاشتغال بما ينفعك واترك ما سوى ذلك. قلت: نحن لا نمنع أحدا من ذلك، الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والمظلوم يجوز له أن يدعو على الظالم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لكن اشتغالك بنفسك أولى من اشتغالك به، لما لا تدعو له؟ أنا أتكلم كلاما عاما. فبكى هذا الرجل وانخرط بالبكاء، ثم قال لي: والله سأدعو له غدا، والله يا عبد العزيز عندي والدي يعمل خياطا، كان الفائض من قطعة القماش يرفض أن يأخذها ويجبر صاحب القماش على أن يردها له، والدي منذ صغري علمنا على ترك المال الحرام، فشكرت له قوله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. يوم عرفة يوم عظيم، يوم الفيض والعطاء والبذل والسخاء، إنه يوم التجليات والنفحات والرضا والمباهات. ما أعظمك يا يوم عرفة، فيك كثر خير الله وطاب، وفيك عبرة لأولي الألباب. فأين يا قوم الذين يتعرضون لنفحات الله وإكرامه؟ أين الذين يريدون أن يتطهروا من رجس الذنب وظلامه ويتحرروا من عبودية الشيطان وأوهامه؟ ها هو ذا يوم عرفة، يوم التطهير والتحرير، فتعرضوا فيه لعفو الله وأفضاله وإنعامه. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. إلا قال الله تعالى: يا ملائكتي، ما جزاء عبدي هذا؟ سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف. لبيك اللهم لبيك. في عرفات لجوء إلى الله رب البريات،
في عرفات تغفر الذنوب، في عرفات تستر العيوب، في عرفات تضرع إلى الله علام الغيوب. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تسري على قدر، لا تعترضها بأمر منك ينفسد. فحثني بخفي اللطف خالقنا: نعم الوكيل ونعم العون والمدد. جعل الله عز وجل الحج عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الحج عرفة. اشتغالك بالذكر وقراءة القرآن والدعاء وسائر الأعمال الصالحة، سواء كان خيرها لازما أو متعديا، أولى باشتغالك من سائر المباحات الأخرى كالنوم والأكل والشرب والكلام، كل هذه مباحات لا يمنع الإنسان منها، لكن إقباله على الله هو المهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل على الله في عرفات أكثر من إقباله على الله في غيره، مع أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس عبادة وزهدا وتواضعا، لكنه كان يقبل على الله إقبالا شديدا. ففي هذا المقام يباهي الله أهل الملائكة، يباهي الله أهل السماء ملائكته بعبادي: هؤلاء أتوني عبادي شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولا يعرف الشيطان أحقر منه إلا في مثل هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل الملائكة بأهل الموقف. ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكثر العبد من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لأن هذا ثناء والله يحب الثناء. ثناؤك على الله يكفي، لأن الله يعلم ما في نفسك، لكن الزيادة على ذلك بالدعاء هو مما رغب الله عز وجل فيه في القرآن وفي السنة. لكن لو قال العبد: يا رحيم يا غفور يا كريم، هذا ثناء، والله عز وجل يحب الثناء. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 10 أوجه قدم فيها قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، على قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وغيرها من استفتاحات الصلاة، لأنها ثناء. فالثناء متضمن للدعاء، كما قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك ثناؤك إن نشيمتك الثناء. يقول: هل أذكر حاجتي، هل أدعوك، هل أسألك، أو يكفي ثنائي ومدحي في هذه القصيدة؟ فالثناء يعد دعاء، لا سيما في أعظم المواطن التي يحبها رب الأرض والسماء. عباس بن محمد في سنة 1910 تقريبا أراد أن يذهب إلى الحج، وعرض ذلك على بعض خواصه ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، لكن أمير الشعراء اعتذر عن مرافقة الخديوي عباس في رحلة الحج. فذهب الخديوي عباس إلى رحلة الحج، وهناك وعلى صعيد عرفات وصلته رسالة من مصر. ما هي هذه الرسالة؟ عليك سلام الله يا ابن محمد، عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا في غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت، إليك ولا الأقدار مختلفات. وإذا بها قصيدة من أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، تلهف على هذه الرحلة وندم على عدم مرافقته في الذهاب إلى مكة. قلوب الناس كلها تهفو إلى زيارة بيت الله، قلوب الناس كلها من المسلمين تهفو للوقوف على صعيد عرفات وسؤال الله عز وجل. ولذلك ترى الناس على موطن عرفات ما بين ذاكر وقارئ للقرآن وداعي، وكلهم قد اخضلت لحاهم بالبكاء، والنساء يسمع لهن النحيب والسؤال سؤال الله عز وجل في هذا الموطن العظيم الذي يعد الناس فيه هذا الموطن أعظم مواقف الحج. وهذه الساعات، إن صح التعبير، التي تسمى بساعات الصفر، في آخر اللحظات قبيل المغرب ترى تلهف الناس وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله. وقف سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذا الموطن 7 سنين وهو يدعو، أو 6 سنين وهو يدعو: اللهم لا تجعله آخر العهد بك، اللهم لا تجعله آخر العهد بك.
في عرفات. في السنة السابعة لم يدعو، قال استحييت من ربي، فمات في نفس السنة رحمه الله. بل إن عمر رضي الله عنه في هذا الموطن في صعيد عرفات دعا الله عز وجل، قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيله وموتة في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم. فتعجب الناس، الشهادة ما تكون في المدينة، المدينة ليست ثغرا من الثغور وليست فيها حروب بين المسلمين والكفار. قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما رجع طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فمات عمر رضي الله عنه شهيدا في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معشر الفضلاء، يا معشر الفضليات، عرفات موطن من أعظم المواطن، طوبى لمن أدركه وغفر الله له، وبئس من صنع سوءا في عرفات أو ضيع الخير الذي فيه. عرفات وفادة على الله تعالى، فلنحسن وفادتنا على الله. الراحة الولا هل الدمع ساحة، يوم رأيت النفس مجروحة، يتبت الله بالراحة. الحرم عزمت عالراحة، الولا مكنون الكبار. الحرم عزمت عالراحة، الولا هل الساحة، يوم رأيت النفس مجروحة، يتبت الله.